إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التراحم فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. خلقنا الله عز وجل في هذا الكون، في هذه الدنيا، والدنيا قصيرة ولو طالت، وهو الذي وزع المواهب على البشر وقال لنا في آي القرآن: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 13. فالله بيّن بأن هذه الشعوب وهذه القبائل على اختلاف أجناسها وعلى اختلاف ألوانها وعلى اختلاف لغاتها، يفترض أن تحقق هذه اللحمة البشرية، يفترض أن يتعاون الناس لبناء أسرة بشرية تحفظ فيها الأرواح ولا تزهق فيه الأرواح، تحفظ الحقوق ولا تضيع الحقوق. لذلك قال ربنا عز وجل في نهاية الآية 13: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الميزان العادل الذي يرفع ويضع، الذي يفرق ويجمع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في سورة المائدة في الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى. وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتراحم فريضة شرعية دلت عليها النصوص. من هذه النصوص ما قال ربنا عز وجل في سورة الأعراف في الآية 156، يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء واصفا له في الآية 107، يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون تشمل هذه الكلمة ما نعلم من الكائنات وما لا نعلم، فهو رحمة للإنسان، لبني الإنسان، ورحمة للجن، ورحمة للحيوان، ورحمة للطيور، ورحمة لجميع الكائنات. وقد ترجمت سيرته العطرة معاني الرحمة الواردة في الوحيين في الكتاب والسنة في مواقف لا تحصى عددا. دعونا نستحضر موقفا، هذا الموقف الجلل حين فتح مكة، والكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وهي أحب أرض إليه، أخرج عنوة، جبرا، ظلما وعدوانا. ولكن حينما رجع فاتحا لمكة بكل ما آتاه الله من قوة، جمع أهل مكة الذين تفننوا في أذاه قائلا لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا.
ما قالوا خيرا إلا لكونهم يعلمون علم اليقين أنه نبي الرحمة، وهو الذي قال عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. هذا الحديث وذلك الموقف ينسجم مع الآية التي ذكرناها في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، ثم قال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فالتراحم إذن فريضة شرعية دلت عليها النصوص. نقرأ أيضًا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمامان الإمام الترمذي والإمام أبو داود وغيرهما، يقول صلى الله عليه وسلم: الرحمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقبله بقليل قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أردنا أن ينظر الله إلينا بعين الرحمة لابد أن نتمثل هذه المعاني، معاني الرحمة، خاصة في الظروف الصعبة التي نعيشها. هي هموم كثيرة لا تعد ولا تحصى، هموم ومتاعب على مستوى الأسرة. هناك أسر تعاني من أعباء الديون، كاهلها مثقل بالديون. لذلك ورد في سورة التوبة في الآية رقم 60 الحديث عن الغارمين: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقد ذكر الله عز وجل الغارمين، فالغارمون يعيشون همًا بالليل وذلًا بالنهار، نعيش همومًا كثيرة، هموم الديون، هموم الطلاق، هموم النفقات، هموم التخلف، هذا التخلف، حفر التخلف التي لا نحصيها في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا الثقافية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الاجتماعية، في جميع المجالات نواجه حفر التخلف، والتخلف كل لا يتجزأ. إذن هموم كثيرة نعيشها، أوباء أو أمراض وأوبئة ومشكلات وهموم ونزاعات وخلافات، كل ذلك يقتضي منا تمثل قيم الرحمة في حياتنا لنستحق الرحمة التي وعدنا الله عز وجل بها ووعدنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة هي الحل لجميع مشكلاتها، وهي العلاج لجميع أدوائنا ولجميع أمراضنا. وربنا يقول لنا وهو الذي خلقنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا قصرنا، إذا أهملنا، إذا تجاوزنا، إذا أخطأنا، وإذا غرقنا في بحر الذنوب، فربنا برحمته يرحمنا برحمته إذا عدنا إليه تائبين، إذا ترجمنا معاني وشروط التوبة النصوح. لا نيأس إطلاقاً، نحن أمة الأمل. يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما جمع بنيه وقد اجتمعت لديه عوامل اليأس، يوسف فقده وفقد معه ابنه الثاني، ولكن جمع ابناءه قائلا: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. والله عز وجل يخاطبون جميعا، وكلنا ذلك الآثم، وكلنا ذلك المقصر، وكلنا ذلك المذنب، فيرفع من هممنا ويعالج أدواءنا أدواءنا
ويعالج أدواءنا وأمراضنا ويرفع من نفسياتنا ويزرع فينا الأمل ويقضي في قلوبنا على مشاعر اليأس كما في سورة الزمر في الآية 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم غير حالنا وحال أمتنا إلى أحسن حال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.